ركز معايا عشان انا هخليك تبقى خبير في علم الابراج في دقيقة واحدة بس او دقيقة ونص. علم الابراج متقسم لحاجتين، صفات شخصية وحظك اليوم. انا هثبت لك في الفيديو ده ان حظك بالورق، ان حظك اليوم اصدق من الصفات الشخصية. اي صفات شخصية يا ميزات يا عيوب يا امور يتجنبها كل برج. بس انا ايه بقى قعدت ابحث في الموضوع لما لقيت الموضوع اوفر بقى يعني، ولقيت ان ايه يعني ممكن تطلع منه فلوس، يعني ممكن تبقى بلوفر مثلا على النت مثلا وشغال في الابراج بس. يعني انا شغال في الابراج بس. وبقى تيجي العيال البلوفر بقى دول يقوم جايين عاملين لك ايه، جايين مثلا على الصفات الشخصيه راشق اي 7-8 صفات اللي هي تركب على اي برج. ان شاء الله برج الكلب مفيش مشكله. يعني انا خدت جوله كده في بعض المدونات، يعني نقاط القوه: الاخلاص، المسؤوليه، الفضول، الحنان، طيبه القلب، الدبلوماسيه، البحث عن الشغط. الشغط انا دي قلت منك دي. انا اعرف واحد بيبحث عن قلب، بيبحث عن كلاوي، هيبحث عن شغط يعمل بيه ايه؟ ما عليه. نقاط الضعف بقى ركز على الحاجات اللي هي ايه، العيوب الكيوت، العيوب اللي بتاكل مع الناس بقى، يعني اللي هي العيوب اللي انت تفتخر ان هي تبقى موجوده فيك. يعني بص: العناد، الغيره، المزاجيه، التردد، التقلب، التردد تاني، قله الصبر. يا نهار اسود يا جدعان، اتقوا الله فينا يا جدعان، احنا في سنه قله الصبر. امال فين قله الادب؟ فين قله الضمير؟ فين قله الدين؟ فين قله التربيه؟ خلاص كلنا بقينا مؤدبين دوت كوم يعني، خلاص يعني ما يا رب اديني واحد عنده ربع العيوب الجميله دي كلها يا رب. امور يتجنبها كل برج: برج الجدي مثلا يتجنب ان يتم تجاهله. طب هو اي برج بيتجنب انه يتم تجاهله؟ انت ما جبتش الديب من ديله على فكره. يتجنب الخيانه، والله يكره الغدر. يعني انا مثلا الميزان، انا عايم في بحر الغدر. يا جدعان ارحمونا، احنا داخلين على سنه جديده، يعني يعني اسلكوا بس عشان ما مش عايزين. حظك اليوم ده بقى اصدق شويه ليه؟ لان مثلا كان يقول لك ايه، مال في الطريق اليك. هو تنبأ ان في مال في الطريق اليك، بس هو مش عارف دلوقتي ان الطريق بقى مليان قطاع طرق، فاتورة كهرباء، مخالفة. سوف تفقد احدهم في هذا العام، احدهم ده هتبقى معجنة. هو الطبيعي في الايام السوداء اللي احنا فيها دي ان احنا بنصلي الجنازة اصلا اكتر من صلاة الفروض. المهم انت خليك في الصفات الشخصية دي، ايه بتأكل عيش يعني، زي ما اتفقنا 7-8 صفات ترشقهم على اي برج ياكلوا معاه، تاخد فلوسك تتظبط تبقى تمام. وابقى ادعي لي بقى لو حابب بقى تقول لي برجك ايه في الكومنتس تحت، واقول لك دنيتك رايحه فين وجايه منين في 2021، او برضه سبوبه يعني اظبطك يعني.